عارفين هم قواعد اللعبة. جاهزين يا كباتن؟ يلا السؤال الأول. اتفضل. هتيجي النهارده؟ جاي. ابتسامة. يس. برافو عليك. اتفضل على مهلك على الباص. لحسن يبوس. محمد الموجي. من مين هم يعني مثلا نجاح الموجي؟ برافو عليك. مبروك يا ابو كباتن. برافو عليك. طيب بالنسبة للكابتن هاني العجيزي دي أول مرة. أول مرة. بس أنا فهمت منك إن أنت متابع فعارف السيستم بتاعه. متابع فعلا. جميل. كابتن أبو مسلم أنت ست مرات قلت. آه كابتن. قديم. ست أربعة. آه خسرت اثنين. خسرت قدام مين؟ خسرت قدام جمال حمزة ومحمد جودة. ومحمد اتنين ما لهمش حل. ما لهمش حل. وكسبت مين فاكر؟ آه كسبت كسبت معتصم سالم. آه. وكسبت كتير والله كابتن. اه من كتر المكسب التنسيق. طيب هنشوف النهارده يا اما ينطلق كبدايه قويه جدا او انت تستكمل البطوله. خلص عليه خلص عليه عشان ما يطلعش تاني. انت زبون دائم هنا انت. اه بينورنا طبعا. طبعا. وانت طبعا تنورنا. ربنا يخليك يا كابتن. طيب نبدا مباشره السؤال الاول. طبعا ده مين؟ محمد علي كلاي. كلاي. متى او في اي عام اعتزل محمد علي كلاي الملاكمة؟ مفيش اجابة قد اختيارات. لا اختيارات. اختيارات. جهز ايدك عشان مجهز ايده هو عشان قديم فاهم. انا متأكد انا مش عارف. لا ما انت وحظك كده. انت وحظك. طب لو هو ما جاوبش. لا اللي يدوس الاول هو اللي هيجاوب. اه تمام. بس لو جاوب غلط. لو جاوب غلط هجيلك يا فرق اختيارين. اختيارين. جاوبت صح تاخد الدرجة. جاوبت غلط هتخصم منك درجة. اوكي. اوكي. قلنا في اي عام اعتزل محمد علي كلاي الملاكمه؟ سنه 79 80 81. 79 80 81. اي حد يدوس اتفضل. 79 80 81. سنه 80. سنه 80. ده مش مظبوط. يتبقى سنه 79 81. جاوبت صح هتاخد درجه. جاوبت غلط هتبتدي بناقص واحد. فاضل لك 79 81. دوس. اتفضل. 79. 79 ناقص واحد. ودي أول مرة تحصل إن يبقى في ناقص واحد. عندنا ناقص يا جماعة. ناقص واحد يا جماعة. ولا نسلفه. عندنا ناقص ردوا عليا. هنظبطها. هيبوظ المسابقة. موجودة ناقص واحد والنبي تحطها لي على الشاشة عايز أتمتع هو. كان قبل كده. اهي قدامنا اهي ناقص واحد اهي قدامنا اهي ناقص واحد اهي شفتها؟ بداية مبشرة. ما ظهرتش يا كابتن أول مرة. مبشرة ولا مبشرة؟ قال لك بداية مبشرة. مبشرة احنا هنقشر ولا نقدر على مشكلة. طيب على البركة يبقى كده لا شيء ناقص واحد. اللي بعده. طبعا كريستيانو رونالدو مرادف للرقم 7 ولكن ما هو رقم التيشيرت اللي لبسه في ريال مدريد؟ اتفضل. 9. رقم 9. برافو عليك. اهو ابتدى اشد حيلي. جيت في ملعبي بقى يا كابتن. يبقى زيرو زيرو. كويس ان شلنا ناقص. الحمد لله. اه جينا في ملعبك انت. انت فرود هو فرود. بالظبط. اكيد. اللي بعده. اللقطة لطيفة بس أنا كنت طالب أغنية إلى عرفات الله لأن إحنا اليومين الجايين دول الحج والحاجات الجميلة دي لكن هي لقطة برضو لطيفة. السؤال متى تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ عارف كده على طول؟ طبعا يا كابتن. ما شاء الله اتفضل. السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية للهجرة. برافو عليك. الجمال ده. لا دي جامدة قوي دي. بتصلي ها؟ طبعا يا كابتن. ما شاء الله الحمد وعلي. لله. وانت هاني؟ الحمد لله. يبقى لا شيء واحد. اللي بعده. قالت ايه اللي ابتدى؟ البيانو. ايه الآلة دي؟ بيانو؟ بيانو اه. بيانو. بيانو. غير البيانو لا. ما هنساوي. تاني بانيو. تاني بانيو. طيب. السؤال ما هي جنسية مخترع البيانو؟ مخترع البيانو اسمه لوميو كريست. لوميو كريست. ايه ده معقول عارف؟ عارف بجد والله؟ مفيش ماينس تاني. اتفضل. طب مفيش اختيارات؟ اه من حقه على فكره ما دام قلت السؤال اختيارات يحجز من حقه. اوكي تمام. يبقى اذا ما هي جنسيه مخترع البيانو لوميو كريست؟ هل هو يوناني ايطالي فرنسي؟ اوبا. يوناني ايطالي فرنسي. اتفضل. يعني فرنسي. فرنسي. ده مش مظبوط.
غرابيان. خلي بالك انا زيك، انا ما اعرفش والله لولا بصيت في الورق. بس انا عارف يا كابتن، انت قلت فرنسي، يتبقى يوناني ايطالي. اتفضل. ايطاليا يا كابتن طبعا. ايطاليا. اه طبعا. برافو عليك. انا وقعت. انت ما بتشجعوش تقولوش برافو عليك خالص. البس انا مستغربه. لا هو بيتابع، واضح انه بيتابع. انا شايف. طيب انا حكيت انا سكت عليه. لا شيء اثنين اللي بعد. الله يا فيري. طيب هو فيري بيقول عينيا. السؤال: اذا فقد شخص احد عينيه فماذا يفقد من قوة ابصاره؟ هل يفقد من قوة ابصاره النص، الربع، الخمس؟ تاني، واحد فقد عين من عينيه الاثنين، يفقد من قوة الابصار ايه؟ هل يفقد نص قوة الابصار ولا ربع قوة الابصار ولا خمس قوة الابصار؟ فضل. ربع يا كابتن. ربع يا كابتن. ده مش هينزل ماينس تاني. لا لا انت ممكن تنزل ماينس تاني. حرص قوي. انا هم امشي. على فكره كلنا ما بنعرفش. هو قال الربع، يتبقى لك النصف والخمس. يفقد نصف قوه ابصاره ولا خمس قوه ابصاره؟ دوس. اتفضل. نص ولا خمس؟ نص. نص. ناقص واحد. ده هو صورت ان ايه؟ لانه دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد لو فقد عين من عينيه الاثنين الطبيقي والمنطقي والطبيعي انه يغفر النص زي ما انت قلت يعني. لكن حكمه ربنا ان هو بيعوض الابصار بالعين الثانيه فبيديها قوه زياده. فدي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. اذا بقينا ناقص واحد اثنين اللي بعد. من هو الرئيس الامريكي الذي ضرب اليابان بالقنبله الذريه؟ هل هو ولا حد عايز يجاوب؟ هل هو؟ هل هو؟ ايدك جاهزه؟ اوكي. ترومان، نيكسون، كارتر. ترومان، نيكسون، كارتر. اي حد يدوس. اتفضل. كارتر يا كابتن. كارتر. ده مش مظبوط. يتبقى ترومان ونيكسون. انا كفايه ماينس بقى يا كابتن. انزل اثنين. طب انا استاذنك اسهل حته صغيره كده. ماشي. ولو ان مش عارف ليه هتسهل معاك. خليك. احنا قلنا ايه؟ ترومان ونيكسون. الكلام ده حصل سنه 1945 6 اغسطس و9 اغسطس، ضرب هيروشيما وبعدين ناجازاكي. ممكن 1945 دي تقرب لك مين كان الرئيس؟ هل هو ترومان ولا نيكسون؟ تقريبا نيكسون. لا الاول دوس وبعدين جاوب. دوس. من ساعة الدوسة تعتمد الاجابة. ترومان، نيكسون. اتفضل. نيكسون. نيكسون. انا حاولت اديك فرصة. مش مظبوط. ده هو قال لك ساعة الاجابة الصراحة. انا حاولت اديك فرصة. انا انت ما قلت نيكسون كان ممكن تتشعبط فيه. ده مصمم. عموما بقت النتيجة شكلها حلو، فيها مزيكا. ناقص 2 2. أول مرة تحصل يا كابتن تاريخي منها أوي بصراحة. يحسب للكابتن هاني العجيزي إن هو إدانا النهاردة انفرادات. بس أنا عايز أقول حاجة بأمانة ربنا، أقسم بالله أنا لو ما بصيت في الورقة بنسبة كبيرة جدا مش هعرف الإجابات، لأنه إحنا ما بنهتمش قوي بالمعلومة، وهو أساس الفقرة دي كلها إن حضراتكم في البيت يعني توصل لكم أي معلومة يعني. طيب بقينا ناقص 2 2 اللي بعد. هندي طبعا. هندي طبعا. مش محتاجه دي. هو هاني هندي. طيب ما هي اللغه ما انا اسف ما هي العمله الرسميه في الهند؟ ادي ثلاث اختيارات. حد فيك روح الهند قبل كده؟ لا رحت اليابان. اليابان. العمله هناك ايه في اليابان؟ الين. اليابان الين. مش كده؟ الين. ورحت انت الهند؟ لا ما رحتش الهند. ما رحتش. رحت سنغافوره. العمله ايه؟ والله كنت مش فاكر. مش فاكر. اوكي. طيب انا كمان مش عارف. العملة الرسمية في الهند هل هي الكورونا، الروبية، البيزو؟ الكورونا، الروبية، بيزو. اتفضل. تعالى يا كابتن. الكورونا. الكورونا. ده مش مظبوط. نهار ابيض. انا بكلك على ايه وحياة والدك دلوقتي. نشوف انت تعمل ايه عشان ناقص ثلاثة دي انا هقول. كورونا ده مش مظبوط. على فكره كورونا دي في النرويج والسويد. عشان برضو معلومه للناس،
يعني عملة الكورونا دي في السويد والنرويج. اوكي، يتبقى الروبي، الروبية، انا اسف، الروبية والبيزو في الهند العملة الرسمية، هل هي روبية ولا بيزو؟ دوس. روبية بيزو دوس، روبية بيزو، اتفضل. عايز تغيزو؟ بيزو. انا لسه ما كملتش. عايز تغيزو هات له ايه؟ بيزو. طيب هل هي الروبية ولا البيزو؟ بيزو. ده انا كررت تاني كابتن مظبوط. مشكلة هي الرومية. الرومية ده يعني هو البيزو ده كابتن ارجنتين. انا عملت بالسامع. البيزو ارجنتين. بيزو الارجنتين. اه عشان كنا في الارجنتين. بيزو الارجنتين. اه طبعا. اه بقينا ناقص ثلاثة اثنين. اوكي؟ اللي بعده جرادة مش كده؟ اوكي حط ايدك اجهز. طيب ماذا يطلق على صوت الجرادة؟ هل يطلق على صوت الجرادة خطرشة، بطرشة، كركشة؟ تاني. ايوه. خطرشة بالخاء، بطرشة بالب، كركشة بالكاء. اتفضل. طب انت بتدوس، انت عارف بذمتك. ايوه هيضربها. هيضربها اهو. طيب اه خطرشة، بطرشة، كركشة. خطرشة. خطرشة بالخاء. اه برافو عليك. برضه انت وديتنا الرقم مزيكا. ناقص 3 3 3 كابتن. احنا ماشيين مع بعض. هو بيلعب كابتن في الدول الاوروبيه خليه عنده جليد كتير. بيشوف شمال. طيب اللي جايه اغنيه. اوكي اغنيه بمناسبه برضه ما شاء الله الحج والحاجات دي، ربنا يوعدنا جميعا وكل اللي بيتفرجوا علينا واللي ما بيتفرجوش. طيب في كلمه هنسكتها يا كابتن هاني. تمام كابتن ابو مسعد. ماشي. وانت بتسمعها لو عارف الكلمه دوس. انت ليك في الاغاني الاول؟ اغاني الدينيه بس. ده فنانك يا ابني. ايوه دي اللي جاي دي. طيب يلا يا طبعا انتوا تهتوا، انا هقول ببقي. هو طبعا دي اغنيه يا رايحين للنبي الغالي، هنيالكم وهنيالي وعقبالي وعقبالي وعقبالك. وبعدين قال ايه؟ يا ريتني كنت وياكم واروح للهادي وازوره وابوس من شوق شباكه وايه يتملى بنوره. وايه ايه دي اللي ساكته. يتملى بنوره. هل 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 وابوس من شوق شباكه وعيني تتملى بنوره، ولا وابوس من شوق شباكه وقلبي يتملى بنوره، ولا ابوس من شوق شباكه وروحي تتملى بنوره؟ يبقى قلبي ولا عيني ولا روحي؟ اتفضل. قلبي، عيني، روحي. انا مش عارف على ماينس تاني خلاص. يبقى خلي بالك يا هاني، يعني وابوس من شوق شباكه وقلبي يتملى بنوره، ولا عيني تتملى بنوره، ولا روحي تتملى بنوره؟ قلبي ولا عيني ولا روحي؟ ها ايه اللي يتملى بنوره؟ قلبي يتملى بنوره ولا عيني تتملى بنوره ولا روحي تتملى بنوره؟ قلبي. قلبي. دوس دوس. انا دوس. اتفضل. قلبي. قلبي. ايوه بقى. ماينس اثنين. يبقى ماينس اثنين. كابتن اعملك ايه تاني؟ كده على قلبي يعني عارف ايه؟ انا كان هيجيلي قلبي. هتوقف قلبي. انا مشكلة والله. ناقص اثنين ثلاثة. الماتش الجاي ده يا جماعة ماتش من أمم أوروبا، لا مش أمم أوروبا، ده ماتش من نهائي كأس الاتحاد الأوروبي سنة 98. أوكي؟ كان بين إنتر ميلان ولاتسيو، اثنين فريق طليان يعني. أوكي؟ وخلص الماتش ده على فكرة 3-0 لإنتر ميلان. تمام؟ هنشوف لقطة في قوة الملاحظة. تمام. أي حاجة في اللقطة هسألكم عليها. اوكي يلا يا قاضي. جاهزين. طيب طبعا رونالدو اللي جاب الجون زي ما انا قلت، الجون الثالث 3-0. اوكي مارشياني حارس المرمى لون حذائه ايه؟ اتفضل. اسود. اسود ده مش مظبوط. تعرف ولا اديك اختيارات؟ طب ممكن اشوفها ثاني؟ ادي ماشيه معانا. اديني اختيارات يا جدع. اديك اختيارات. اديك اختيارين كفايه؟ كفايه لو في واحد يبقى تمام. هو قال اسود. تمام. اخضر احمر، اخضر
احمر. لا مش احمر خالص، هو اخضر. دوس. اتفضل. اخضر. اخضر. برافو عليك. بقينا ناقص واحد ودي نتيجه عظيمه جدا. اذا كابتن لازم يا كابتن تحط لي الماينس فيها. طبعا ده الوضع طبيعي جدا، احنا بنحط النتيجه بما يرضي الله. يبقى هنا فاز هاني الاجيزي كابتن احمد ابو مسلم على كابتن هاني العجيزي ماينس اثنين ماينس واحد ماينس واحد ثلاثة. مدحت شلبي 22/6 2023 ميلاديا. مبروك يا ابو كمال. الله يبارك فيك يا كابتن. بدايه طيبه. طيبه جدا. انت تابع بقى الحلقات اللي جايه عشان لما تيجي بعد كده ان شاء الله تبقى المعلومه. كابتن دي ذكرى. كابتن دي كده هتقفل 1000 النهارده يعني. دي كمان النهارده كمان الماينس 3 دي يعني ما شاء الله حاجه تاريخيه النهارده. لا ماينس واحد ده. ايوه ماينس واحد بس يا كابتن. مساعده واحده برضك. ما تجلناش عليه. مديله واحده يا كابتن برضك. قلبي يا كابتن. قال لي قلبي قلبي. كابتن علي شرفت ونورت. ربنا يخليك يا كابتن. انا سعيد اني موجود مع حضرتك وكل سنه وانت حضرتك بالصحه والسلامه. كابتن احمد شرفت. ربنا يخليك كابتن. سعيد مع الجنرال طبعا ومع كابتن هاني. ربنا يخليك كابتن. شوف حضراتكم ان شاء الله الثلاثاء القادم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.